تحقيقا للاكتفاء الذاتي في العتبة العباسية المقدسة، وسدا لاحتياجات الأقسام والمنشآت التابعة لها دون الحاجة إلى تزويدها من السوق. سعى قسم الصيانة الهندسية المتمثل بشعبة الحرف الفنية بكل وحداتها بتوفير كافة المستلزمات المطلوبة ضمن مواصفات عالية الجودة وذات متانة ممتازة، سيما في وحدة الMDF، من خلال تجهيز العتبة المطهرة بالأثاث المكتبي وتغليف الجدران، مما يغني ذلك تكلف المبالغ الطائلة التي تصرف في التأثيث. ورشة الMDF تابعة للحرف الفنية، تابعة للعتبة العباسية المقدسة. مهمة الورشة أنه تجهيز العتبة العباسية بكل مستلزمات الأثاث المكتبي والديكورات والتغليف، وعندنا أكثر من يعني أكثر من عمل بالعتبة العباسية المقدسة، قسم النذورات والأثاث المكتبي طبعا تعرف يتكون من ميوزة، بوفيات، معارض، بالإضافة إلى ذلك قطع CNC. ورشة مجهزة بمكائن حديثة ذات مناشئ عالمية مختلفة، تعمل وفق آلية تتضمن عدة مراحل لإتمام العمل المطلوب. يتم تصميمها وعملها حسب حاجة الأقسام والمنشآت في العتبة المقدسة من خلال حرفيين وفنيين عراقيين يمتازون بكفاءة عالية. مراحل العمل يجينا تصميم من خلال السيد خالد مسؤول، هو مسؤول الورشة، ويصير العمل يصير بعدة مراحل، اللي هي أول مرحلة مثلا نشوف الجهة المقابلة موافقة على التصميم، يعني جاهز للعمل. إذا جاهز العمل يبدأ عندك أول نقطة اللي هي نقطة الفصال، فصل هذا التصميم سواء كان كاونتر أو ميز مكتب أو تغليف جدران نفصله. بعدين أكو جهة ثانية الضربة شريط، وجهة ثالثة جمعة، وبعدين وراء هاي الثلاث مراحل نطلع للجهة المقابل. الورشة مجهزة بأحدث الأجهزة، من جهاز القطع المنشار وجهاز PVC شريط، عندنا جهاز CNC. نقوم قطع الMDF القطعة ونحولها على قطع الشريط قبلها ونديها للCNC إذا عندنا بها CNC تصميم. بالنسبة للCNC هي ماكينة استلام معلومات، هي عملية نقل معلومات من الحاسبة للماكينة CNC. يصمم المشروع الموضوع أنه بيتنفذ عن طريق CNC. قسم الصيانة الهندسية هو أحد الأقسام الداعمة والساندة لمنشآت العتبة العباسية المقدسة، ويأخذ على عاتقه جملة من الأمور كالصيانة والإدامة، فضلا عن الأمور الإنشائية والتصنيعية التي تدخل في صميم أغلب المشاريع التي تقوم بها العتبة المقدسة.